تسجل باللعابه لحد الان كاين النهضه البركانيه في المرتبه الاولى، كاين الجيش الملكي اللي دخلوا تما بقوه في الانتدابات، كاين فريق الوداد البيضاوي، واخا فريق الوداد البيضاوي ما كاينش داك الانتدابات اللي 100% في المستوى، بغض النظر على الانتدابات ديال ايوب الكعبي والمدن وسكوما وهاد اللعاب الليبي، هادو انتدابات ممتازين. بالنسبه للفرق اللي كتنافس في ميركاتو اللي كتدخل ميركاتو بقوه راه معروفه، فرق الحمد لله اللي ما كتنافس على البطوله، كاين الوداد، كاين الرجاء، كاين الجيش، كاين فريق الفتح، هاد العام الحمد لله كانت مدير وجديه، كاين بركان، ونظرا للسيوله الماليه اللي كتكون عندها قويه بحكم الحضور الجماهيري ديالها وحتى المستشارين ديالها. اما الفرق اللي ما تدخلش للميركاتو راه المشكل الكبير عندها كيكون هو السيوله الماليه وحتى القاعده الجماهيريه ما كايناش. بالنسبه للميركاتو هاد الصيفي هذا فتنظن انا كاين جوج الفرق لحد الساعه دابا، كاين الوداد وكاين نهضه بركان. نهضه بركان يعني حق انا الانتدابات اللي هي كتكون عقلانيه، ماشي شي انتدابات العشوائيه ديال غير تجيب في اللعابه، خصك شي اللعابه كل لعاب جيب الخصائص اللي عندك في الفريق. انا بالنسبه للوداد كنا تنعانيو من قلب هجوم، الوداد جبت كعبي اللي هو في المستوى، كنا تنعانيو ثاني من صانع العاب هو داك الليبي اللي كنتمنى له ان شاء الله يكون ان شاء الله في المستوى.